أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا في الأردن. نهار اليوم تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا، لكن خلال ساعات النهار تبقى الأجواء دافئة بشكل عام، ربيعية نوعا ما. درجات الحرارة تكون أقل مما سجلناه خلال اليوم أمس، لكن مع تعمق لكتلة هوائية باردة خلال ساعات المساء ستعرف درجات الحرارة انخفاضات متسارعة وكبيرة، وبالتالي ستكون الأجواء الباردة محسوسة بشكل ملموس خلال ساعات الليل. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم تسود أجواء غالبا صافية، 25 درجة مئوية، الملموس 24، الرطوبة حوالي 70%، والرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم نبدأ بالمنطقة الشمالية، إربد 24-10، عجلون 23-11، الجرش 26-12، والمفرق 27-10 درجات مئوية. المنطقة الوسطى العاصمة عمان 25-10، الزرقاء 28-13، البلقاء 24-11، مأدبة 27-11، والبحر الميت 32-19 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 25-11، نفس الحرارة في الطفيلة، الشوبة 22-9، معان 28-11، والعقبة 35-19 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الأزرق 31-12، نفس الأجواء في الصفاوي ورويشة 32-13 درجة مئوية مع غيوم متفرقة. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.